أولى محطاتنا ليا لليوم من عالم الرياضة واللي هي بأنواعها سر كبير ومخفي، بتلعب دور جندي المجهول بسوريا من خلال تأثيرها على لاعبيها ومتابعيها بجميع أنواعها. منها رياضة البولينج، هي بتعتبر من أكثر الألعاب المسلية بالعالم واللي بيجتمع عليها جميع أفراد العائلة. هي اللعبة اللي صار لها أبطال عنا مثلوا اسم سوريا بالخارج. ولنتوسع بهذا الموضوع أكيد بيسعدنا نرحب بصباحنا لليوم مع أمير مارديني، بطل الجمهورية السابق وممثل سوريا بالبطولات الخارجية في البولينج. صباح الخير أمير، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك ليا، يسعد صباحك زينة. سعد صباحك أمير، خبرنا عن لعبة البولينج، عن تاريخها، خلينا نسلط الضوء شوي عليها بسوريا والعالم. هلا هي رياضة بلشت من أيام الفراعنة بشكل مختلف عن اللي عم نشوفه هلا نحن. سنة 1895 تأسس أول اتحاد دولي للعبة، وإنجلترا طورت اللعبة ولوصلت للشكل اللي هلا نحن بنلعب فيه. وبسوريا إمتى بلشتوا فيها؟ بسوريا عام 2000 تأسس اتحاد للبولينج. نعم أمير، يمكن أكيد بحلقات سابقة نحن كتير حكينا عن البولينج وحكينا عن البطولات وأيضا طرقنا لموضوع التدريب. خلينا شوي نغوص بموضوع التدريب على رياضة البولينج بسوريا، خلينا نسميها أو لعبة البولينج بسوريا، من أي عمر لازم نبلش؟ خلينا نحكي بتفاصيل نفيد كل حدا مهتم بهيدي اللعبة. هلا ميزه رياضه البولينج ان هي ما لها عمر معين، يعني هي رياضه الجد والحفيد. تركيزك بيزيد في حال زاد عمرك، بس ما في مشكله حتى لو بلشت فيها من عمر مبكر. مشكله نحن بس التدريب عندنا بسوريا انه نحن ما عندنا امكانيات انه نستقطب مدربين اجانب من برا. لا مكان ولا امكانيات، صح؟ لا مكان لصالات، هلا ما مهيئه انه تكون صالات احترافيه يتم فيها تدريب، لانه هي الصالات مايله اكثر للترفيه اكثر ما تكون احترافيه. ونتيجه الازمه بسوريا هلا للاسف، يعني الازمه اللي عم نمر فيها، نقصت شوي الامكانيات انه نقدر نجيب مدربين اجانب نقدر نكتسب من خبراتهم ويفيدونا من جانب التدريب. طب امير، شو بينقص برايك منتخبنا بالبولينج حتى ينافس يعني بالمنابر الدوليه او الملاعب الدوليه فرق عالميه؟ لانه هي رياضه عالميه ولها بطولات كمان. هلا اي رياضه بالدنيا هي كل ما زاد احتكاكك بالبطولات، وخصوصا اذا كان خارجي خارج البلد اللي انت عم تلعب فيها، بتكتسبي خبرات متنوعه من اكثر من مجال. نحن هلا نتيجه الازمه اللي عم نمر فيها بنرجع نقول انه قلت كثير مشاركاتنا الخارجيه، وهذا الشيء قلل من احتكاكنا برا. اللاعبين الجداد اللي هلا تعلموا اللعبه صار حصرا محصورين باللاعبين اللي بسوريا او خبرات السوريه. هلا فينا نحن عندنا خبرات جيده منيحه، عم نحاول نقدم قدر المستطاع للجيل اللي عم بيطلع هلا جديد، بس بنفس الوقت نحن في امكانيات كثير تلزمنا لحتى يكون في عندنا مثل شو يعني؟ يعني في عندك مثلا مثل ما حكينا من شوي الصالات، المدربين، في المعدات تبع البولينج، في معدات خاصه للبولينج عشان تكوني لاعبه محترفه بعيدا عن الترفيه. نعم أمير، خلينا نحكي عن أسماء الأبطال يلي هي يمكن عم تنافس عالميا. هن اتدربوا بسوريا أو من عنا؟ نحن من سوريا. من عنا إيه؟ هلأ أنا للأسف نحن من دربوا 10 سنين بالخارج. إيه نحن من 10 سنين تقريبا أنا ممثل الوحيد لسوريا بالبطولات الخارجية خارج سوريا، نتيجة أني كنت عايش أنا برا سوريا، فاحتكيت بالمنتخبات العربية والأجنبية. فاكتسبت كثير من خبراتهم، حاولت أنقل قدر المستطاع هي الخبرة اللي اكتسبتها للاعبين الموجودين هون بعمل حاليا. سوريا. مين هو البطل يلي عم ينافس عليه؟ هلا من أسبوع، طبعا نحن في عنا كثير أبطال محليين، بس من أسبوع عملنا بطولة جمهورية الأسبوع الماضي برعاية شركة مكاني كانت، وحقق اللقب موفق الحبوش، كابتن موفق حبوش عن جدارة. طبعا هو لاعب، هو المفروض كان يكون ضيفنا اليوم بس بسبب وعكة صحية. أكيد تماما صح، ونحن نتمنى له الشفاء العاجل، بنقول له مبروك كمان لموفق ليا. أمير، احكي لنا شوي عن المنتخب للبولينج، كيف بتم التدريب والتنسيق والتهيئة للبطولات؟ هلا بهاي النقطة في نحن عندنا بس تقصير من الاتحاد، بنتمنى يكون في دعم أكثر من الاتحاد، إنه يعملنا صالات أو صالة على الأقل تابعة للاتحاد
يتم فيها تدريب بشكل دوري، لأنه هي رياضة ممارسة. فإذا أطعنا نحن فترة طويلة عن هاللعبة كثير بتقل المهارة تبع اللاعب. يعني في الصالات اللي موجودة عندنا هي صالات خاصة وليست تابعة للاتحاد، فهذا عم يكون عندنا عائق إنه يتفقوا بين هي الصالات وبين الاتحاد إنه يصير في تدريب مستمر للاعبين اللي عندنا بشكل إنه نطور لهم مهاراتهم ونحافظ على مستوى اللاعبين المحترفين اللي عندنا. نعم، يمكن الفوز يلي حققه منتخبنا أكيد نسورنا، بدنا نقول لهم صباح الخير والتكريم، بدنا نقول لهم ألف مبروك على التكريم امبارح. يعني يمكن خلينا نقول هيك حرك شوي الأجواء الرياضية بسوريا وخلى يمكن كل اللاعبين الطالب بأنه الرياضة تبقى هي بالمرتبة الأولى، لأنه يمكن الرياضة الوحيدة هي لا فيها ما بتتأثر سرابي ولا شيء. انتوا برياضه البولينج يمكن صار عندكم متطلبات اكثر، يمكن صار يمكن هيك صار عندكم حافز انه كمان نحن بنقدر مو بس بكره القدم، صح؟ هلا طبعا اي بالشكل الطبيعي اي رياضه بيتم فيها دعم بيتم فيها تشجيع من الجماهير اكيد حيكون في تطوير، واذا خصوصا اذا كان في عندنا امكانيات متاحه. المنتخب السوري طبعا بنوجه له كثير تحيه، نسور قاسيون بنوجه له تحيه على الانجاز الكبير اللي عمله خصوصا ضمن الازمه اللي عم نمر فيها، فهذا انجاز كثير كبير، وبنتمنى ان شاء الله للرياضات الثانيه يكون في دعم وتشجيع من الجماهير. أكيد. أمير، شو هي الصعوبات العوائق اللي بتصادفكم يعني بالبطولات الخارجية أو حتى بالبطولات المحلية، إنه إن كان مثل ما قلت ذكرت التدريب والصالات، شو هي العوائق الثانية كمنتخب للبولينج؟ مثل ما حكينا في تقصير من الاتحاد نوعا ما طبعا برا خارجا خارج سوريا، شو هي الصعوبات اللي عم تواجهكم؟ هلا الصعوبات إنه برا سوريا نحن صار صعب شوي فكرة السفر، في دول كثير صعب انه نسافر لها. عم تصادف انه بطولات مهمه مثل بطوله العالم بطولة غرب اسيا عم تنعمل بدول نحن صعب شوي نقدر نسافر لها، فهذا خلينا نقصر بالمشاركات الخارجيه بهالفترة هي. نعم، أمير بدنا نذكر الناس أكيد في فرق وفي متدربين وفي مدربين لرياضة البولينج، وأي حدا أكيد بده أو حابب إنه هو يتدرب بإمكانياتنا البسيطة، ولكن نحن عم نقدم من خلال هي الرياضة في عالم عم يدربوا بشكل كتير كبير، يعني يعني كم حدا في بالوسط عم يدرب بالبولينج مثلا؟ يعني فعليا نحن في عندنا هلا تقريبا ثلاث اشخاص هن مخضرمين بهاللعبه ومتمكنين منها كثير. خلينا نقول هن اكثر ما نقول هن عم يدربوا، هن عم بينقلوا خبراتهم للاعبين الجداد. في انا وفي سامر مارديني وفي موفق الكابتن موفق حبوش، هذول الثلاثه انه عم نحاول نقدم قدر المستطاع الخبرات اللي عندنا للناس اللي عم تتعلموا اللعبه هلا من جديد. طب شو محاضرين شيء جديد؟ شو في بطولات قادمة جديدة ممكن تشاركوا فيها؟ هلا على الصعيد المحلي هي في بطولة خلينا نتركها بس لوقتها، لأنه هي عبارة عن فكرة جديدة حتنعمل، إن شاء الله بتهم الجمهور لأنه هي حتكون متنوعة شوي بفكرتها. وفكرة جديدة إن شاء الله. إن شاء الله. دور المحافظات البولينج بدور المحافظات في يعني دوري بدور المحافظات ولا ما وصلتوا لهي المرحلة بسوريا؟ هلا المحافظات نحن عنا كانت قبل الأحداث كان في عنا بالمحافظات، لأنه نتيجة إنه كان في عنا صالات برا تأثرت كثير صالات بهالفترة هي خلال السبع سنين اللي مرينا فيها، فكثير قلت مشاركاتنا بالمحافظات، فصار أكثر مشاركات أو البطولات اللي عم تنعمل هي ضمن دمشق. نعم، موفقين يا أمير أكيد، وموفقين بكل خطوة بتقوموا فيها، وإن شاء الله كل الرياضات بيكون لها مجال أوسع لحتى تتطور ويمكن تنافس رياضات عالميا. شكرا كثير لك أمير وتحياتنا لك. شكرا لكم. شكرا لك، وإن شاء الله دائما بتحققوا مراتب أولى وبطولات بجمهورية. شكرا لك وموفقين. شكرا لكم.